يا ان رب شاء يا الله. رب. اتفضل يا اتفضل كابتن كابتن. فطبعا بكره بنلعب ريال مدريد ماتش رسمي مش ودي، فدي ده فخر لكل مصري ولكل عربي. مفيش شك لما نراجع الظروف المباراه، احنا لاعبين مباراتين وبكره هتبقى الثالثه هم، وطبعا الى جانب ان احنا سافرنا 3 4 مرات هم جايين ليله المباراه. مفيش شك ان هم عندهم غيابات واحنا برضو عندنا غيابات مؤثره. طبعا في كره القدم في مستويات، لكن لما بنرجع للجهاز الفني وبنرجع للعيبه، توفيق ربنا مع الجهد اللي هيتبذل مع الشغل اللي ممكن يتعمل، اعتقد ما بتبقاش في حاجه بعيده ابدا في النتائج. وشفنا الارسنال بيتغلب من هو بطل انجلترا وماشي على اعلى مستوى، مع ذلك بيتغلب من نادي في المؤخره، وده الدوري الانجليزي عارفين مدى قوته. كلنا متفائلين ان احنا بكره ان شاء الله اولادنا مع الجهاز الفني مع الاداره مع كابتن محمود مع الدفعه المعنويه القويه مع الجماهير ان شاء الله اللي بتشجع فريق النادي الاهلي بكل تاكيد، اعتقد انه هيبقى فيه توفيق باذن الله تعالى، لان احنا ربنا بعت لنا البطوله ديت لان احنا اتظلمنا، واحنا شفنا قد ايه في المنصه كابتن محمود وهو بيحرج رئيس الكاف ورئيس الفيفا علشان السلوك اللي حصل معانا في البطوله، وهي كانت هتبقى البطوله الثالثه بالنسبه لنا.